في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا بدرت تطلع الآن وضربوها تبي جي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع، إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص وضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تبي جي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة والآن سيحترق الجنود، وبإذن الله عز وجل سيخرج مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.